الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء. الحمد لله تعالى أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع، فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الرافعة. أحييكم بتحية مباركة طيبة من عند الله تبارك وتعالى، تحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله. إنه يطيب لنا في أسرة مديرية أوقاف تولكرم أن نرحب بكم في هذا اليوم المبارك، إذ نلتقي مع أكرم وفد يتوجه إلى أطهر البقاع لأداء فريضة الحج لهذا العام، إذ يسرنا أن نستضيفكم في هذا اللقاء الطيب والذي تعودنا عليه في كل عام. فمن قول الرسول ومن قول اقرأ للرسول الهادي بدأت لدينا رحلة الأمجاد، اقرأ محمدا أنت خير مبلغ لكتاب ربك، أنت خير منادي. أما الآن فمع خير الكلام وكلام الخير، مع تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمد مهداوي، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات،
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. أما الآن فمع السلام الوطني الفلسطيني. الذين قدموا أرواحهم رخيصة لله وللوطن دفاعا عن أرضهم وشعبهم وقضيتهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. إن مديرية أوقاف تولكرم أثبتت إنها جديرة بتقديم كل ما يحتاجه أبناء هذه المحافظة، فهي ريحانة مؤسسات تولكرم ورائدة العلم والعمل والتضحية والعطاء. يسرها أن تحظى بشرف لقائكم والعمل على خدمتكم والتواصل معكم بشكل يومي ومع قائد السفينة ومدير أوقافنا ذو الإرادة الحكيمة والعمل الجاد الأخ خلدون أبو خالد مدير عام أوقاف تولكرم، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا مسلمين، الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ مصطفى تقاطقة نائب عطوفة محافظ محافظة تولكرم، الأخ حسن شحادة مدير عام المساجد وممثل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الذي حال السفر من حضوره لهذا الوداع، الأخ غازي الحاج قاسم رئيس لجنة الزكاة، والأخ الدكتور حاتم ملاك، الأخ إبراهيم أبو حسيب رئيس الغرفة التجارية، الأخت سلام طاهر والأخ مدير الصحة، الإخوة جميعا مدراء المؤسسات المدنية والأمنية كل باسمه ومسماه، الأئمة المؤذنين الضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اليوم المبارك. الإخوة والأخوات حجاج بيت الله الحرام، نبارك لكم أن كنتم ممن فازوا بالقرعة للحج لهذا العام، سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على أداء هذه الفريضة على الوجه الصحيح. نودعكم ونحن نقول
زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ويسر لكم الخير. ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرص أيها الحاج أن تبتغي من حجك وجه الله تعالى والدار الآخرة، وقل اللهم حج حجة لا رياء فيها ولا سمعة. واحرص على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. ونحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نجتهد دائما بأن يرافقكم في الحج مرشدين ليعلموكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أمراء سفركم، وطاعة الأمير واجبة حتى تؤدوا مناسك الحج على الوجه الصحيح. أخي الحاج، ابتعد عن الآثام، فالله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنتم في رحلة مباركة وهجرة إلى الله ورسوله، فأكثروا من ذكر الله واصبروا ولا تجادلوا. وإياك أخي الحاج أن تكون عبادتك على حساب راحة الآخرين، فلا تؤذي زميلك واجعلوا هجرتكم لله ورسوله. الإخوة والأخوات، أنتم حجاج فلسطين، أنتم أهل الرباط وأهل المحشر والمنشر، ولهذا يجب أن يكون عندكم رباطة جأش وتحمل مشاق السفر، فلا بد من إظهار حسن الخلق والتصرف بمسؤولية. إخوان الحجاج، جميع المسلمين يلبسون لباسا موحدا ويؤدون نفس المناسك، لا فرق بين غني أو فقير، لا فرق بين قوي أو ضعيف، وهذا ما يدعونا للوحدة. فكونوا دعاة وحدة لا دعاة تفريق. الإخوة والأخوات، ونحن على أبواب رحلة مباركة، لا بد أن نستذكر من هم أكرم منا جميعا، الشهداء، فادعوا لهم بالرحمة والمغفرة والجنة. ولا تنسوا أسران البواسل في سجون الاحتلال، ادعوا الله أن يفك أسرهم ويحررهم من قيد الاحتلال. ولا تنسوا المسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، وهو مصرع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا الله أن يحرره من هذا الاحتلال وأن يزيل المحتل لنقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. جاء في الأثر هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام، فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة. سائلين للجميع رحلة موفقة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لنا أن يشاركنا حفلنا هذا عطوفة الأخ المحافظ الحريص دائما على المشاركة في كافة النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية في المحافظة، هذه المحافظة الآمنة والطيب أهلها، والتي هي مثال يحتذى به على كافة المستويات العلمية والثقافية والأمنية. أما الآن فمع كلمة الأخ المناضل مصطفى تقاطقة نائب عطوفة المحافظ، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم نيابة عن عطوفة محافظ محافظة الكرم الأخ اللواء عصام أبو بكر تحيات فخامة الرئيس المكرونة بأمنياته لكم إن شاء الله برحلة هادئة برحلة عبادية إن شاء الله هادئة والعودة إن شاء وعودة ميمونة بإذن الله. بداية إخوتي أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع عن أحكام الحج فهذا متروك لمشايخنا، ولكن أريد أن أتحدث فقط عن بعض الوصايا التي ممكن أن نوصي بعضنا بها. فالعلة دائما من العبادة حينما شرعها الله سبحانه وتعالى وفرضها على عباده هي لصالح الخلق، فحينما فرض الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وحينما فرض الصوم لعلكم تتقون، وحينما فرض أيضا الزكاة ليطهركم ويزكيكم، أو ما أعرفش إذا الشيخ صححنا في هذا الموضوع. ومن هنا تأتي إذن العلة من العبادات هي دائما خاصة العبادات هي التقرب أو تصويب العلاقة ما بين العبد وربه. ولكن أيضا هناك لدينا من المعاملات، فهذه المعاملات هي لتصويب العلاقة أو تحسين العلاقة ما بين العبد وأخيه. فإذا صحت العبادات ارتقت المعاملات، وإذا صحت المعاملات قبلت المعاملات إن شاء الله. فلهذا السبب اليوم نحن أمام عبادة مهمة وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي حج الحج. هذا الحج الذي هو أيضا عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة فيها يرتقي الإنسان ويترك كل ما خلفه ويذهب باتجاه الله سبحانه وتعالى حتى تسمو نفسه ويقبل إن شاء الله في الآخرة ويكون ضمن رحمة الله عز وجل. لهذا إخواني زوار بيت الله الكرام نقول لكم نوصيكم بالصبر، فلا شك أنكم أمام رحلة شاقة ورحلة يكثر فيها أحيانا بعض الناس الذين يخرجوا عن صوابهم في هذا الموضوع نظرا لشقة السفر، فنوصيكم بالصبر وتحمل مشاكل هذا السفر. نوصيكم أيضا ببعضكم، كما أننا نريد أن نذكركم بأنكم أنتم لكم خصوصية خاصة، فأنتم وفد تمثل أرض الإسراء والمعراج، هذه الأرض التي أسرى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرى ربنا صلى الله ربنا عليه ربنا تعالى برسولنا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن لهذه الأرض خصوصية. نعم إن الكعبة والبيت الحرام له خصوصية، ولكن هذه الخصوصية التي لنا هي تمثل أننا شعب وأمة اختارها الله عز وجل لتكون مرابطة وتدافع عن هذه الأمة وتدافع عن مبادئ هذه الأمة، فحري بنا أن نكون صبورين ونمثل هذا الهدف الذي سمانا الله عز وجل وصفانا فيه واصطفانا به عن غيرنا من عباده. نحن هنا في أرض الرباط لدينا الكثير من المتاعب والمشاكل، ولعل أكثر ما يثقل كاهلنا هذا الاحتلال الذي يقتل أبناءنا والذي يدنس مقدساتنا. نذهب اليوم في هذا العام إلى هذا الحج ونحن نمر بأحلك الظروف، وأكثر حكمة من هذا الحج هي حكمة الوحدة، ونحن نتوق لهذه الوحدة وأحوج ما نكون لهذه الوحدة، فكونوا عنوانا لهذه الوحدة، كونوا رسل وحدة إلى الأمة جميعا. فنحن كشعب فلسطيني نرى بأنفسنا إذا باحتكاكنا وفي أدائنا وبسلوكنا دائما نكون رسل وحدة. ولهذا السبب إخواني نتمنى لكم إن شاء الله هذا حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله وعودة ميمونة. كما لا يفوتني أيضا أن أرحب بكم جميعا الإخوة الحضور مع حفظ ألقابكم ومسمياتكم، شاكرين لكم حضوركم هذا، لأننا اليوم أتينا لنودع زوار بيت الله الحرام حاملين إن شاء محملينكم جميعا أمنياتنا لكم بالعودة الميمونة، ونتمنى عليكم بالدعوات لهذا الشعب ولأسراه ولشهدائه عاملين عودة إن شاء الله لكم سالمين غانمين. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للسفر في ديننا الحنيف
وشريعتنا الغراء أحكام وسنن وآداب وفضائل وفوائد ينبغي للحاج والمسافر عموما أن يعلمها ويعمل بها في سفره حتى يكون ذلك في طاعة الله عز وجل. أما الآن فنبقى عن بعض الأحكام الآداب التي يجب أن يلتزم بها المسافر قبل وأثناء السفر مع فضيلة الشيخ عارف الجيوسي، فليتفضل ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على من فاز بهذه القرعة بهذا العطاء وهذه المنحة الربانية التي بإذن الله عز وجل ستجعله من الفائزين من أصحاب الجنة، انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل فيه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا إخوة، وصيتنا للحجاج الكرام أن يجعلوها نصب أعينهم، هذه الوصية أن يتمثلوا بالأخوة الربانية التي عقد الله سبحانه وتعالى آصرتها من فوق سبع سماوات بقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل فيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فتذكر أخي الحاج أن هؤلاء المسافرين معك، هؤلاء الحجاج، هم أخوة لك في عقيدتك وفي إسلامك. هذه الأخوة تقتضي من الجميع أن يكونوا متراحمين، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليس الكل على مستوى واحد من القوة ومن النشاط، فهناك المريض، هناك الكبير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الضعيف هو أمير الركب. فالضعيف لا يستطيع أن يباري القوي في مشيته وفي نشاطه، وأما القوي فيستطيع أن يتمشى مع هذا الضعيف. ليكن كل منا مئثارا لإخوانه، كما قال رب العزة سبحانه في صفة المؤمنين، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك كونوا متعاونين على البر والتقوى، كونوا متعاونين على أمر حثنا الله سبحانه وتعالى عليه ومدح به رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. الجميع سوف ترجعون بإذن الله عز وجل سالمين، قد أتيتم بالأركان والواجبات التي فرضت عليكم. هذا الكل فيه سواسية، ليس هناك تفاضل بين واحد وآخر. الكل سيلبي، الكل سيحرم، الكل سيقف هنا ويأتي بالمناسك والمشاعر، لكن هناك فرق شاسع بين حاج وآخر بالأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. بما يمتاز الحاج عن الآخر؟ يمتاز بحسن الخلق، يحتاج بالتواضع، يحتاج بالعطاء. فكن خادما لا مخدوما، كن معطاء لا تنتظر الأخذ فقط، وانبذ الأنانية، انبذ الأنانية. لا تجعل همك فقط أن تكون الأول في الراحة، الأول في الكرسي، هم أن نفسي أنا ولا أبالي بالآخرين. هذا ليس من خلق المؤمنين أبدا، وإنما المؤمن هو الذي يعطي، المؤمن هو الذي يصبر، المؤمن هو الذي يتفاءل، يتواضع مع إخوانه. كن صبورا مع إخوانك، لا جدال ولا نقاش. بعض الناس يا إخوة ينسى أنه في رحلة عبادة، يظن أنه في نزهة أو في رحلة عادية من الرحلات التي يذهب بها أهل الدنيا هنا وهناك. فلذلك انسلف من ذاتك، لا تذهب. بعض الناس يتخيل أنه هو سيبقى في يعني مركزه الكذا. كل الناس يجب أن يضعوا له الطاعة والتسليم، لا يناقش، لا يسأل،
أمره نافذ، يجب على الناس أن يؤدوا له التحية وأن يخدموه. هذا ليس بخلق من المسلمين ولا بخلق المؤمنين، وإنما يجب علينا يا إخوة أن نتخلق بالأخلاق الحميدة والصفات التي الحسنة التي أمرنا بها انطلاقا من قول ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: وإنما يلقاها الصابرون. هذا الصبر على مشقات السفر، الصبر على التكاليف والأعباء والواجبات التي ستؤديها، هذا الذي يرفع منزلتك عند الله عز وجل. بالختام، ورأيت من الواجب علي أن أذكر بأمر لربما يتضايق منه البعض، ولربما وهي نصيحة عامة: كن مرفوع الرأس عالي الهام، تذكر أنك تمثل قضية مقدسة، وأنت من أرض الإسراء والمعراج، أنت شامة بين الناس كشعرة بيضاء في ثور أسود. الأمر الذي نريد أن نؤكد له: لا تكن رخيصا، ولا تستغل أنك تنتمي إلى هذا البلد مع التجار هنا أو هنا باسم هذه القضية وباسم هذا الوطن: أنا من فلسطين، أنا من أرض الإسراء والمعراج. كن دائما صاحب همة عالية، ارضى بنفسك عن هذه السفاسف، وإياك أن تمد يدا إلى أحد من المحسنين من هنا أو هناك. دائما وأبدا كن أنت المعطي، يدك العليا دائما وهمتك العالية، وتذكر أنك تمثل بلدا عزيزا غاليا الكل ينظر إليك، فلتكن نظرتهم إلى وفدنا وإلى سفرائنا نظرة إجلال وإكبار تتلاءم مع قضيتنا ومع أسرانا ومع شهدائنا ومع أقصانا. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. نظرا لتغير الأحوال الجوية وانتقال الحجاج من مناخ إلى آخر، ووجود الازدحامات في مكة المكرمة، ومن أجل الحفاظ على صحة الحجاج، نترككم الآن مع إرشادات صحية هامة يقدمها الأخ الدكتور حاتم ملاك مدير عام مستشفى الزكاة، والذي سيرافقكم هذا العام إلى بيت الله الحرام، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد الحضور الكريم مع حفظ جميع الأرقام، بحاول أختصر الشغلات المفيدة. وقبل ما أبدأ بالنصائح الصحية، في أولا تعلن مديرية الصحة عن فتح دائرة الصحة يوم السبت في المديرية المركزية من الساعة 8 لغاية نهاية الدوام لأخذ التطعيمات الضرورية. وبعد ما يطعم واحد منكم بوخذ كارت، الكارت بيحتفظ فيه، وفي معها مشكورة مديرية الصحة عاملة إرشادات صحية مطبوعة راح تاخذوها من مديرية الصحة. وبالنسبة للي بوخذوا أمراض مزمنة، يوم الأحد كل واحد في مديريته بروح بيستلم الدواء اللي بيحتاجه طول فترة الحج. حكينا عن التطعيمات، حكينا عن اللي شو لازم تسوي في مديرية الصحة. الأشياء المهمة اللي إحنا بنساويها: كل واحد منكم بأخذ إنسولين بخص للي عندهم سكري، وبأخذ أوبر إنسولين ومشان ما تخرب الإبرة، بيجيبوا ترموستات بحطوا فيه ثلج وبحفظوا الأوبر الإنسولين في ترموستات بالثلج موجود. وفي البازات يوجد ثلاجات بتحطوها من حد ما تطلعوا على الباز في الثلاجات، لأنه إذا تعرضت لأشعة الشمس وخربت بتكون بدون مفعول. ورجاء أخرى مرة، لأنه هاي كل سنة بنواجهها، الإنسولين اللي بضيعه خاصة لتبعين السكري اللي ما بوخذ أبره معاه بتغلب جدا جدا في السعودية لحين ما يحصل على الإنسولين.
فالانسولين ضروري ياخذ الواحد الكميه اللي بده اياها ويحفظها في الترمستات. الشغله الثانيه اللي بدي انوه الها اللي دائما متعرض لها، انه من حد ما نطلع في الباص الواحد يكون معتدل للاكل والشرب، لانه المسافات على الاستراحات بتكون بعيده، فبالتالي مشان الواحد ما يكون كل دقيقه وقف بدي حمام وما بدي حمام، يحاول يكون اكله وشربه معتدل. الشغله الثالثه الرابعه، وانتوا في البازار اول ما نوصل المدينه بيجوا اغلب الناس بيقول لك اجري منفخات، ليش؟ لانه بضل قاعد في الباص فما بس ما بشوف الا اجره منفخات. لهيك رجاء كل محطه بتوقفوا عليها يحاولوا الحجاج انهم يتمشوا شوي، واللي بيقدر يرفع اجره بيكون افضل، لانه بتخفف من التورم، لانه الناس لما بشوف اجره ورمات بصير يقول لك ابصر شو صار عندي وشغلات زي هيك. بالنسبه لا تعرض لأشعة الشمس لأنه الجو حامي كثير، الرجاء أنه التسوق والتمشي في الشوارع في أثناء شدة الحرارة أنه يكون الواحد مواقيها بغطاء، سواء غطاء للرأس أو أكثر الناس تستعمل الشمسيات والمظلات. هلأ في المدينة كل نقعد 4-5 أيام فما في عيادات طبية موجودة في مكة، من حد ما يكونوا بتكون البعثة الطبية باستقبالكم وبتكون على مدار الساعة طول وجودكم في مكة في كل سكن بعثة طبية فلسطينية موجودة احنا ومن وزارة الصحة بالطبع. الأكل والشرب هاي ملخص لكم إياهن في وزارة الصحة. بالنسبة للمأكولات والمشروبات كلها محطوطة في تعليمات واضحة، اللي بكرهها وبتقيد فيها غالباً إنه بإذن الله إنه بظل أموره كويسة. وأغلب الأمراض اللي هناك بنواجهها اللي هي أمراض الجهاز التنفسي العلوي اللي هو رشوحات فيروسات التهاب رئوي، وإن شاء الله إنه نتمنى للسلامة للجميع وإنكم تعودوا إلى دياركم بسلامة مغفورين الذنب ويكون حج المبرور وسعي المشكور وتجارة المقبول. شكرا على السلام. اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأخ الفاضل الحاج غازي الحاج قاسم رئيس لجنة الزكاة على استضافته لنا في كل عام في هذه القاعة العامرة أهلها، كما نتقدم بجزيل الشكر أيضا للإخوة في شركة جوال الذين قدموا رعاية كاملة لهذا الحفل، حيث سيقدم شريحة مجانية لكل حاج مع حزمة إنترنت وهدية، ويوجد بطاقة تعريفية لكل حاج بالاسم والعنوان. فعلى الحجاج الأفاضل لهذا العام التكرم بالبقاء بعد الانتهاء من هذا الحفل لاستلامها. أما الآن فنبقى مع قصيدة وأنشودة مع فضيلة الشيخ محمد صباح، فليتفضل. جبيت الله حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عريق أتوا ملبينا حجاج بيت الله للحج قد قصدوا Oh.
سمعت باسمك يا له لحن اليمين والعشي والإفطار تستمر.
نفس. إلى من أكرمه الله عز وجل لأداء فريضة الحج لهذا العام، الركن الخامس من أركان الإسلام، فهيأ لهم أسباب القدرة والاستطاعة، فهنيئا لكم في حجكم، فكفاكم إنكم بضيافة الرحمن. نحملكم لهذه العالمين تحية مليئة بالحب والشوق والأسجان، متعشمين نيل الشفاعة من حبيب أتانا بالهدى والحق وجاء بالقرآن. نقدم لكم موجزا عن أحكام الحج مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمع كلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفضيلة الشيخ حسن إشحادي مدير عام المساجد والوعظ والإرشاد، فليتفضل محفوفا برعاية الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والرتب، الإخوة الزملاء في وزارة الأوقاف، الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنقل إليكم تحيات سماحة الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الذي كان من الحريصين على الحضور لمثل هذا اللقاء لولا اضطراره للسفر إلى جمهورية مصر العربية من أجل متابعة قضايا حجاج أهلنا في قطاع غزة. والأمر الثاني أنقل إليكم كذلك لمن هيأ الله له الأسباب لأداء فريضة الحج، أنقل لكم التهاني والتبريكات من سماحته بأن هيأ الله لكم الأسباب، وتمنياته لمن لم تهيأ له الأسباب أن يكتب الله عز وجل له أداء هذه الفريضة. في البداية قبل أن أتحدث عن موجز أحكام الحج، أود أن أذكر بأمر مهم، وهو أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد هيأت جميع الأسباب لأن تكون هذه الرحلة رحلة متميزة وميسرة لحجاج بيت الله الحرام. فرتبت أمور البعثة الإدارية والبعثة الطبية والبعثة الإعلامية وقبل ذلك البعثة الإرشادية، حيث سيكون في كل حافلة مرشد وكذلك إداري من الشركة أو من الوزارة، وكذلك المرشدون يعني تم اختيارهم على أساس إن شاء الله أن يقوموا بواجبهم على أكبر وجه. والأمر الآخر أيضا أن بعثة الحج الفلسطينية شكلت لجنة للإفتاء في مكان الإقامة في المدينة ومكة لمتابعة كل القضايا للخروج من باب الخلافات، وهذه النقطة المهمة التي يحاول البعض أن يثيرها إما تعصبا لمذهب وإما تمسكا برأي وإما بين قوسين بعض الناس جهلا بأحكام الشريعة وسعة هذا الإسلام الذي يقوم على قواعد عديدة، منها المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحذورات. ولذلك الرسالة التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام: ارجعوا إلى أهل العلم، وارجعوا إلى مرشدكم، وارجعوا إلى البعثة الإرشادية، حتى لا تقعوا في باب الخلاف الذي يجعل من قضية السنة أحيانا عند بعض الناس ركنا ركيلا لا يصح الحج بدونه. وهنالك قضايا لا أريد أن أثيرها الآن ما دام أخي قد يعني قيدني أن أتحدث عن مناسك الحج وصورة مناسك الحج. اسمحوا لي أن أعرض رحلة الحج باختصار بشكل شبه عملي. أولا، رحلة الحج وخصوصا لمن سيؤدي الفريضة لأول مرة ليست لا بالأمر المعقد ولا الصعب، هي ميسرة لمن يسرها الله عز وجل عليه ولمن قصد وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا يا أخواننا، وهذه الرسالة المهمة، اجعل من رحلتك لله منذ أول لحظة. احنا لا رايحين نجيب لقب ولا رايحين نجيب مسمى، احنا رايحين حتى نعود رجعك يوم ولدته أمه. احنا طالعين على الحج ومجمعين اللي فوقنا واللي تحتنا زي ما بنقول بالعامية، وضربين حارمين حالنا مشان نحوش هالمبلغ الكبير مع النفقات حتى ربنا يقبلنا. وتذكروا يا إخواننا إنه إحنا بهمنا في يوم عرفة يقول الله عز وجل لنا: انفروا مغفورا لكم. وعدا ذلك لا نريد أكثر من ذلك. إذا كانت هذه القضية موجودة إضافة لما تحدث به الإخوة عن الصبر وهو السلاح المهم في الحج، ستكون رحلة الحج إن شاء الله موفقة.
إخواننا وأخواتنا الكرام، تبدأ رحلة الحج، ليس الحج إنما الرحلة، منذ أن تطأ قدمك الحافلة وتركب في الحافلة وتنطلق، ويقوم أخونا المرشد بدعاء السفر. ومصيبة إذا كنتش حافظ دعاء السفر، بدعو دعاء السفر وهو تسهيل. أولا، هذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الله تعالى بدعاء السفر حينما ينطلق. وهنا برحلتك تنوي الإخلاص لوجه الله. ليش تحدث عن ركعتين السنة وعن الوصية؟ هذه أمور تحدث بها المشايخ. بنطلق الباص، وبدنا نعرف شغلة مهمة جدا يا إخواننا الكرام، أن السفر قطعة من العذاب. والأمر الثاني، أن حجاج فلسطين أكثر ناس بمر على معابر ومناطق حدودية، أكثر ناس. كل الدول بطلع من مطار وبنزل في مطار الملك عبد العزيز، إحنا بنطلع الاستراحة، المعبر الكرامة، غور نمرين، جسر الملك حسين، منطقة مش عارف المعابر الفلاني وبالتالي لابد أن نتزود بالصبر. إذا من اللحظة هاي بدك كل شو هالتعب، معناها إحنا إيش؟ ضيعنا الأجر والثواب. نركب في الحافلة نقصد وجه الله، ونقصد الصحبة الحسنة في الباص، ونبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه من غيبة أو كذب أو نميمة أو أي صفة من الأمور التي نهى عنها الإسلام. نصل يا أخوة إلى المعابر، وهنا ينبغي أن نلتزم بالتعليمات. جواز السفر اللي معك، الكرت الأخضر اللي معه كرت أخضر يحضره من اليوم، شهادة التطعيم لأنه بطلبوها على الحدود، كل أوراق اللازمة بدنا ندير بالنا عليها، الفلوس اللي معنا بدنا ندير بالنا عليها، مش واحد تحط الشنطة بعيدها وتحطها على الطاولة بتروح. موسم الحج موسم للصوص، وتنتبهوا في كل المعابر والحدود. وإخواننا الرجال اللي بيلبسوا الجاكيتات ومشخصين ما شاء الله مثل حكايته، بده يطلع يحط المصاري في الجيب، هون بيجي بفوت على الحمام بيعلق برا، بيرجع بيا بلاكيش الجاكيت يا بلاك المصريات رايحة، المصاري بدك تدير بالك عليها. زي ما في ناس محترمة وصالحة، في ناس ايش تتصيد لهؤلاء الناس، فانتبهوا لها. على المعابر يجب ان ننتبه للتعليمات يا اخواننا، ونجهز الامور. وفي راح يكون معنا ناس يوجهونا، بدنا ننطلق للجسر الاردني، راح يكون عندنا طاقم من وزارة الاوقاف، بدنا نركب في الحافلة بعد ما يختمون الجوازات، وننطلق باتجاه المملكة العربية السعودية لنصل إلى المدورة. هناك راح يأخذوا الجوازات ويختموهن، وبدنا نصل بعدها لحالة عمار. لما نوصل حالة عمار بدنا نحط ملاحظة إنه هذه منطقة حدودية وفيها تدقيق بالإجراءات الأمنية. الإجراءات الأمنية على الحدود السعودية لا إحنا بنقدر ندخل فيها ولا أي دولة. كثير من الناس كان يقول العام إحنا كعنا يومين الحدود، هذه إجراءات. بعض الناس انا سمعته يعني بيقول وين السلطه وين الوزاره؟ يا اخوانا لا وزاره ولا سلطه ولا اي دوله بتقدر تدخل في قضيه سياديه لدوله اخرى. يعني تفكر والله باخر شوي احد يقول والله وزاره الاوقاف اللي اخرت الحجاج. هذه الاجراءات ليست في ايدينا، اكثر ما في الامر انه لابد ان ايش؟ نصبر. واللي بدوش يصبر ليش قاتل ووسط مشان الله بده يحج السنه؟ بدك تتحمل. الان تقعد يوم تقعد يومين، الاجراء اللي بده يتم بدك تمشي فيه وتلتزم فيه موضوع التعليمات، وتأخذ أمورك معك تنطلق. الآن بعد ما تختم الجوازات بدك تروح على تفتيش الأمن في الأمتعة، الأمتعة اللي معك لتبقى واضحة، تفتح شنطتك. بعدين بدنا ننطلق على مكتب الوكلاء الموحد اللي فيه بطاقة فيها راح تكون اللي هي الدفع المطوف. بعد ذلك سننطلق إلى المدينة المنورة. أنا بختصر مشان السرعة. نصل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإقامة في المدينة إخوانا على ساحة الحرم، فنادق 54 نجوم مع وجبة إفطار، وراح تكون قريبة عندك. وتتبس إيش راح يكون يا إخواننا الوصول في ساعات معينة. بدنا نفهم نقطة إنه إحنا دخولنا الفنادق راح يكون الساعة 4 بعد 4 الحجز اللي لنا، فاللي بوصل مبكر بده إيش؟ بده يستنى في منطقة الاستراحة حتى ما يصيرش أزمة في موضوع تفويج الحجاج، لأنه كل شيء بوقته. المدينة المنورة ليست من مناسك الحج، لكنها من السنن بإتيانها وشد الرحال إلى مسجدها وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه والصلاة في مسجد قباء والصلاة في المسجد النبوي. تذكروا أنتم في المدينة أنكم في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخالفوا أمره ولا تقتربوا مما نهى عنه، واحرصوا على سنته واحرصوا على طاعة الله سبحانه. الآن إخواننا في المدينة الإقامة في اليوم الرابع، الحجاج بدهم ينطلقوا إلى مكة، وهنا تبدأ البداية الأولى لأداء المناسك. لما ننطلق من المدينة إلى مكة 4-5 كيلو بدنا نيجي على منطقة بئر علي أو ذي الحليفة اللي هي منطقة الإحرام. الإحرام المنطقة الميقات الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه من قصد الحج والعمرة إلا بالإحرام، والإحرام هو نية الحج أو نية العمرة أو نيتهما معا، وله مظهرين. المظهر الأول مظهر عملي وهو للرجال،
التجرد من الملابس المحيطة والمخيطة ولبس الإزار والرداء أو الإحرام. وأما النساء فتحرم بما تشاء من اللباس الشرعي الذي يستر جسدها ولا يصف ولا يشف، يعني الجلباب أو اللباس الشرعي. أي لباس هو إحرام بالنسبة للمرأة، أما الرجل فيتجرد من ملابسه. والإحرام لابد له من بعض التجهيزات، أن تزيل الشعر الزائد في الجسم، أنك تقصر شعرك، تقلم أظافرك، تهيئ نفسك، ويسن قبله الاغتسال، الحمام يعني. بالنسبة للنساء يفضل أن تغتسل في الفندق وتلبس ثم تنوي في ايش؟ في بيار علي. الرجال في مجال أن يغتسلوا وأن يلبسوا ملابس الإحرام في ذو الحليفة، وهذا هو السنة، إلا من كان عنده عذر مرض أو إلى آخر ذلك. الآن إخواننا الكرام، لما نصل إحنا بيار علي أو ذو الحليفة، هي نفس الاسم، هنالك يجب أن نحرم، نتجرد، ويسن أن نصلي ركعتين، أو إن كانت صلاة مفروضة نصليها، يعني نفضل بعد الإحرام يكون في صلاة. ولا ندخل في الإحرام إلا بالنية، يعني لو لبسنا أواعي الإحرام، رجل كان أو امرأة بلباسها الشرعي، لا وصلينا الركعتين، إحنا الآن مش محرمين بالفعل، إحرام الفعل العملي لا يكون إلا بالتلفظ في النية. والنية في الحج والعمرة عند الجميع متفق أنه يجهر بها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني في الصلاة منهم من قال النية في القلب، لكن في الحج والعمرة التلفظ بالنية أمر لازم. وبالتالي يفضل النية في الحافلة في الباص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي على الراحلة، يركب على ظهر الراحلة وينوي. وبالتالي إحنا بننصح كل الحجاج، ما حدش ينوي، يصلي ويطلع على الباص ما ينويش، لأنه يكون عنده في لباس الإحرام في مشكلة إلى آخر ذلك. تلبس ثوب الإحرام بعد الاغتسال وتتطيب، ويسن أن لا يأتي الطيب إلى ثوب الإحرام ما دام مش ناوي. وتذهب بعد ما تصلي في المسجد، تذهب إلى الحافلة، يأتي الأخ المرشد لينوي نية إيش؟ إحنا حجاج فلسطين نحج متمتعين، يعني بنعمل عمرة لحال ثم بعد ذلك الحج جميعا. وبالتالي شو بننوي؟ بنقول لبيك اللهم بعمرة. إيش بننوي؟ لبيك اللهم بعمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني ربي، يسرها. في ناس بقول متمتعا بها إلى الحج، القضية بالألفاظ ليست مشكلة، المهم أننا ننوي نية العمرة، ننوي العمرة. فإذا نوينا قلنا لبيك اللهم لبيك. سؤال، قل لك يا شيخ أنا بدي حج عن أمي مثلا، أنت بتقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، وبعض الفقهاء جماعة الفقهاء قال يجوز أن تنوي العمرة عن نفسك وتنوي الحج عن الآخر. إحنا بدناش ندخل في الباب الخلافي، لكن مسألة فيها آراء. تنوي بعد ما تقول لبيك اللهم لبيك، بيجي المظهر القولي وهو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا يعني تنشغل بالتلبية من ذي الحليفة حتى تصل مكة، والمسافة أكثر من 413 كيلو، يعني مسافة طويلة. يجوز للمحرم فيها أن يأكل وأن يشرب وأن يتوضأ وأن يدخل الحمام وأن يغتسل، يجوز له ذلك، لكن لا يجوز أن يضع الطيب أو أن يقص الشعر أو أن يقلم الأظافر أو أن يأتي بأي محظور من المخالفات الشرعية. والرجل ما يتغطيش رأسه لا بطاقية ولا بغطاء الإحرام، وإنما يجوز له أن يستعمل اللي هي إيش؟ المظلة. المرأة كما قلنا ما هي لابسة لباس الشرعي ما في عليها مشكلة، لكن المتفق عليه عدم قص الشعر وتقليم الأظافر ووضع الطيب والأمور الأخرى المذكورة في محظورات الإحرام. الآن طيلة الطريق ينبغي أن ننشغل بالذكر والطاعة. بتنبه لنقطة يا إخوان، الطريق طويلة، أحيانا بعض الناس نتذكر ما إحنا دواويننا، بنبلش بسيرة فلان وعلنتان، ما إحنا مسافرين والطريق طويلة، بلش نجيب سيرة فلان وعلنتان، بلشنا بالغيبة وإحنا محرمين، وهذه من محظورات الإحرام وفيها مخالفة شرعية، لأنه إحنا أصلا رايحين نتوب إلى الله، واحد راح يتوب ويعصي، معناها التوبة هي ما فيها خلل، وبالتالي ديروا بالكم يا إخوانا من الغيبة، من الاستهزاء بالناس، بتكون واحد تطلع والله ما هي قادرة تتحرك، ونبلش نجيب سيرتها ولا سيرته، نجيب السي في تبعه، السيرة الذاتية، لا، عليك بقول الخير أو الصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. يعني بدنا نروح لدورة تدريبية مكثفة زي ما تفضل أخونا الشيخ عارف، بدنا إحنا نروح إيش؟ إحنا بدنا نروح نكبح جماع النفس مشان نرجع مغفور لنا، أما إن والله نفوت على مكة ونرجع نكبح مغفور لنا، لا، بدها الشغلة تعب. نصل يا أخواننا مكة باختصار. في مكة بدنا ننزل على السكن، راح تلاحظوا إن الباصات كلها راح تصل مع بعض، راح يفوتوا باص باص ونقعد في الباص ساعتين ثلاثة، مش واحد تجي يعني الحمية وكلها غصب عنهم، وهذول بصيرش في ناس برا بتزعل ومو محرم،
طيب ما هو يعني انت محرم، لا بدك تركض ولا بدك تسقط ولا بدك تفسق. قال اهل الفقه ان الذي ياتي ليشتري من تاجر فيقول له هذه ب10 فيقول له يكفي 9، قالوا هذا جدل. صور تفاصل وانت محرم، هذه ب10 هذه ب9 عند البعض جدل، فما بالك اللي ممكن يصيح ويسب على الوزاره ويسب على المرشدين ويسب على شوفير الباص ويسب على البعثه ويسب على الدوله. اتق الله ولا تسب على حدا، اسمع انت جاي تاخذ حسنات، واذا واحد منهم قصر فيك ربنا راح يحاسبك. لكن هناك اجراءات اداريه، مش معقول ننزل 40 باص بساعة يا اخواننا. واخواننا يجب ان يلتزموا بالتعليمات، يصعدوا الى غرفهم ومقسم كل واحد وين مبين سريره، وفيش مجال واحد يقول لك بده ياخذ غرفه لانه الاستئجار بالسرير. وصلنا مكه شو بدنا نعمل؟ هنا يجوز للانسان ان يغتسل ويستعمل الصابون غير المعطر، ديروا بالكم، يعني الصابون البلديه اللي بنستعملها تحمم فيها ونشف ولبس اواعي الاحرام، غير اواعي الاحرام بصير. المرأة يجوز لها أن تغتسل وتغير ملابسها بملابس إحرام ثاني، ما في مشكلة، ملابس عادية يعني. الرجل بيقدر يغير ملابس الإحرام بملابس إحرام أخرى. ثم نتوجه إلى المسجد الحرام لأداء الركن الأول من أركان العمرة وهو الطواف. الطواف يا أخواننا في شغل مهم جدا أنه صلاة، لكن ربنا أحل فيه الكلام، ولذلك من شروط صحته اللي هي الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وعند الحنفية قالوا من الواجبات على كل الأمور، لا يصح الطواف بغير الوضوء، وبالتالي قبل أن نطوف لابد أن نكون على وضوء، والطواف 7 أشواط، 7 أشواط نجعل المسجد الكعبة على إيش؟ على يسارنا، يعني بدي أطوف هون ببدأ هيك من عند الحجر، من عند الحجر الأسود هون، بقول بنوي نية الطواف وأبدأ أطوف بهذا الشكل، بطوف 7 أشواط، 7 أشواط كاملات، 7 أشواط كاملات، بقول أنا أديت الطواف، شو بعمل؟ شو بقول بالطواف؟ قال الطواف هو دوران حول الكعبة، بس مش درجة في الكعبة واحد يكفيها، دوران حول الكعبة 7 أشواط مع الانشغال بالذكر والطاعة والتسبيح وتلاوة القرآن والاستغفار، يعني كله ذكر، مش برضه نقعد في الطواف نكسدر ونخرف، لا، بنطوف ونحن مشغولين بذكر، باستغفار، بدعاء، ببكاء، بكل شيء، ندعو لنا ولأنفسنا ولأهلينا ولكل حتى من أساء إلينا قبل من أحسن. فإذا أتممنا الأشواط 7، طبعاً بعض إخواننا بده كل الانطباع للرجال ماشي في الطواف الأول، وكذلك الرمل هناك صعب مع الأزمة، لكن هذا بس للتذكير. طفنا 7 أشواط نذهب إلى سنة أن نصلي ركعتين سنة الطواف في مقام إبراهيم، لكن مع الزحام صعب، بنصلي في أي مكان آخر في الحرم ونشرب من زمزم، ثم نذهب من بعد الكعبة إلى مكان يكون بهذا الاتجاه إلى منطقة الصفا والمروة. الصفا والمروة الركن الثاني من أركان العمرة. الصفا بلا تشبيه، خلينا نقول هذا من هون مكانه، والمروة في المكان الأخير. أنا ببدأ من هون بنوي نية السعي وبمشي ما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت إلى المروة أنا بكون عملت إيش؟ شوط، برجع الشوط الثاني، بعدين الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، ببدأ من الصفا وبنتهي وين؟ في المروة، انتهينا في المروة. في نقطة، السعي بين الصفا والمروة لا يحتاج، يعني واحد بعد الطواف نقض وضوء يستطيع أن يسعى بغير طواف، ليش؟ لأن بدون وضوء عفوا، لأنه المسعى خارج البيت. فإذا سعينا بدنا نتحلل من العمرة، التحلل من العمرة بده ايش بيكون؟ وهذه نقطة بقولها يا حجاج، كثير حجاج عندنا مشكلتهم، بيطوفوا بيسعوا شلح وعي على السريع، مش لاحق، مش مسد بسرعة، مالك؟ قول بقول واحد حلكت، يا والله ما حلكت، والزلمة لبسه واعي وجاهز، طب يا عم انت عملت محظور. ممنوع نخلع ثوب الإحرام للرجال أو المرأة تأتي بالمحظور المباح إلا بالتقصير للمرأة أو الحلق أو التقصير للرجل، شو يعني؟ إذا أنهينا السعي بعد الطواف بدنا نتحلل، مفتاح التحلل قص الشعر، للرجال المستحب والأفضل الحلق وهو على الموس مش على السبر، على الموس، أو التقصير وهو أخذ الشعر من جميع أطراف الرأس مش قص شعرتين. أما المرأة فيكون تقصيرا بأخذ شعرة من رأس الضفيرة أو آخر الشعر، الضفيرة الجدود، شعرة بمقدار رأس الإصبع صام، هي بتمد حلق المقص، ما دام حد شايفها بتطق شعره بتكون ايش مالها؟ تحللت. الرجل يستحب ان يحلق له اخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحلاق فيحلق له، اما عائشه ام المؤمنين فكانت تقص لنفسها. طيب خلصنا الان شو نعمل؟ نروح على السكن بتلبس اواعي
تلبس الجاكيت، تلبس الدشداش، ما شاء الله تبحبح، تعمل كل شيء مباح في الشرع، بتقص شعرك، بتقلم اظافرك. هذا الحكي ممكن يقول بواحد ذي الحجه. الان بدنا شو نعمل في مكه؟ من واحد ذي الحجه او حتى ما نصل، هذه كلها ايام اقامه، بنعيش حياتنا العاديه بعيدا عن المعاصي، لانه الحرم ديروا بالكم عند بعض اهل العلم قال الحسن اثنيه ب100,000 والسيئه ب100,000، قلت رايي وما يولد فيه بالحادث بظلم نذكره من العذاب الاليم. ولذلك احرص الا تعصي الله في مكه. ولذلك قالوا ان كثير من الصحابه كان اذا انهى حجه او عمرته خرج خارج حدود الحرم وخاف ان ياتي بمعصيه. الان بنظل بهذا الوضع، نصلي في الحرم ونتعبد ونذكر الله، واللي بده يشتري اغراضه بيشتريهن، بتظبطوا اموركم ما شاء الله. يوم 8 ذي الحجه اللي بسموه يوم الترويه، سمي يوم الترويه، قالوا كان يروي الجمال مشان ياخذوها على منى. من السنه، اسمعوا لي شو بقول انا، ذكرته بالعماده، من السنه للمسلم ان يبيت في منى، مش من الفرض ولا من الواجب، لانه اعمال الحج ثلاث امور: الركن لا يصح الحج الا به ولا يجبر، والواجب اذا تركه يقوم بالذبح او الدم يغني عنه، والسنة فإن تركها لا شيء عليه سوى فوات الفضل أو فوات فضل السنة. المبيت في منى في ليلة 8 ذي الحجة سنة. وهذه النقطة، بعض إخواننا الحجاج بيبقى فارق كتاب، كن أجي كاتل المرشد وكاتل البعثة، بدكم تضيعوا علينا حجتنا وراحت حجتنا وما بتناش في منى. طب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته سنة، كل الأيام اللي كان فيها بمكة والمدينة سنة، بتعمل كل اللي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتقوم الليل كل ليلة أنت؟ انت جاي تقلي على سنه، مش تقليل من شأن اخوانا، فهموني. لانه في نقطه مهمه، ليش بطلعوا الحجاج على عرفات مباشره؟ لانه منى منطقه ضيقه. اثنين، امكانيه تفويج الحجاج من منى لعرفات الصبح صعب. ثلاث، ممكن عدد من الحجاج يضيعوا، والوقوف في عرفه من الركن الاساسي بالزمان والمكان. فلو واحد ضاع بمنى يوم عرفه وبين ثاني يوم الصبح، شو بصير فيه؟ بدهم صيفة الغور عندنا بقوله ولا لا؟ ولا حج. فيأخذ الحجيج من أجل المحافظة على الركن الركين في الحج، وليس هو تضييع حجة الناس ومقصود بدهم يضيعوا حجتنا ونحن دافعين مصاري لأيام. أنت تترك سنن كثيرة وفيها مصلحة وحماية لك ولحجك. بنخرج على عرفات، يطلعونا دائما مساء اليوم مشان ما يكونش في تعب، في مخيم عرفات. وهذه نقطة بدي احكيها إداريا، إنه من العام الماضي تم تكييف مخيم عرفه للفلسطينيين، مشان هيك كان اجره عالي شوي لانه بكلم. تكييفه بحيث انه كان مريح جدا بعكس بعض الدول اللي طول النهار ما طفوش حالهم في هذا الحر. نصل الى عرفه ليلا في 8 ذي الحجه، يبدا عمل الحج يوم 9 ذي الحجه اللي هو احنا بنسميه يوم الوقف، هو يوم الوقف. 9 ذي الحجه متى يبدا الوقوف في عرفه؟ من زوال شمس اليوم التاسع، يعني بعد اذان الظهر، من اذان الظهر وقت الزوال بيبدا الوقوف. فلو واحد طلع على عرفه وبات فيه بالليل 8 ذي الحجه وظل قبل صلاه الظهر ونزل، لا حجه له. ايش؟ لابد انه يدخل الظهر بعد صلاه الظهر او بعد الزوال، بعد حلول وقت الظهر يجب ان تدخل عرفه. اذا دخلنا عرفه الان، احنا موجودين فيها، بدنا نوقف في عرفه. هل بدنا نقوم بس ياذن الظهر نظل واقفين تنزل من عرفه؟ لا. قالوا نعم صح، جزاك الله خير. انا فاتتني نقطه وجزاك الله خير. يوم 8 ذي الحجه لما نطلع على عرفات احنا بدنا نحرم. نعم هذه فاتت. يوم 8 ذي الحجه بدنا، يوم بدنا نطلع على عرفه بدنا نجهز حالنا، بنحرم احرام جديد، نفس ذاك الاحرام، لكن النيه شو بتكون؟ لبيك اللهم بحج. اذا عن نفسك، عن نفسك لبيك اللهم بحج، واذا عن فلان والله لبيك اللهم بحج، عن الحج سامي محمد علي حميدة خلصت. ننوي عنها، لبيك اللهم بحج، صارت النية عنها. طبعا اللي يحج عن واحد بحج عن نفسه، وبصيرش يحج عنه وعن واحد ثاني يقول والله لبيك اللهم بحج عني وعن ابوي، لا. اذا انت مش حاجج اول مرة بصيرش يحج عن واحد ثاني. اثنين، بصيرش ندمج النية لاكثر من واحد اللي هو انت. لبيك اللهم بحج، وصلنا عرفات، دخل وقت الوقوف في عرفة. الوقوف في عرفة معناه الحضور في عرفة عرفات مع الانشغال بالطاعة والذكر. ولا يشترط في عرفات لا طهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر، يعني لو حاضت امرأة في عرفات يصح وقوفها ولا شيء عليها حتى لو ما صلت، والصلاة تسقط عنها.
الوقوف في عرفات مشان ما يفوتش فضله مش مجال لتعويضه من كرم الله عز وجل انه ما اشترطش فيه، مش شرط تكون على وضوء ولا المرأة تكون على طهارة، لكن إذا استطعت أن تكون طاهر لأنك منشغل بالذكر وبرقابة الله وتحت ظله وتحت كنفه ينبغي أن تكون على طهارة. لكن لو واحد كان عنده عذر، الطهارة من الحدث الأكبر ليست شرطا في الوقوف في عرفات. الوقوف في عرفات قالوا ركن له الحضور، والجمع بين جزء من الليل والنهار من الواجبات، وشان هيك الحجاج بيضلوا لغروب الشمس، بعد الغروب تبدأ النفر. أنا بس دفن نقطة يا إخواننا هون، الحديث بمجموعها تشير أن الله تعالى في عصر يوم عرفات يتجلى إلى السماء الدنيا فينظر إلى الحجيج فيقول لملائكته مباهيا: يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. اسمعوا شو كله، بس ركزوا بهذه النقطة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت له. لحظة النفرة، فشو رأيكم باللي بيعمل طوشة وقت النفرة؟ وقت النفرة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وفي رواية: ولمن استغفروا له، وفي رواية أخرى: يا عبادي اذهبوا مغفورا لكم، وفي رواية أخرى أن الله تعالى يغفر لمن كان في صعيد عرفات إلا من ظن أن الله لا يغفر له. شوف اللي بيشك بتروح عليه، اللي على يقين ربنا الغفور. يعني أنت بتنزل هيك كيوم ولدتك أمه، بعد من نزول من عرفة النفرة من حافلات والالتزام بالتعليمات. طبعا احنا بنصلي في عرفات الظهر والعصر الجمع تقديم وقصر، ما بديش احكي كل التفصيلات عشان الوقت شوي طال. نتوجه الى مزدلفه والمبيت في مزدلفه من واجبات الحج عند الجمهور. والمبيت في مزدلفه قالوا ان تجمع بجزء من قبل منتصف الليل وبعد، في مقدار نصف ساعتين حتى ينتصف عليك الليل، لانه خلال العلماء بيقولوا مقدار ان تنزل حمل الدابه ثم ترفعه الى اخر الاراء، وتاخذ الحصيات السبعه وتذهب إلى منى في اليوم العاشر يوم العيد، إن شاء الله بيجي على الجميع إن شاء الله بهناء وسلامة. يبدأ اليوم العاشر بالرمي في جمرة العقبة الكبرى. الآن الجمرات يا إخواننا خلينا نشبهها، نقولون تشبيه هذول واحدة اثنتين ثلاث جمرات، في عندنا جمرة اسمها الصغرى وجمرة اسمها الوسطى وجمرة اسمها الكبرى. وأنا من باب الدعاء كان معنا حج شاب صاحب محل تجاري، في واحد أجنبي سألوا عنهن فقال له هذا سمول وهذا ميديوم وهذا لارج، هيك قال له عشان ما تنسوها. الآن يوم العيد احنا بدنا نرمي الجمرة الكبرى بدها باتجاه مكة واحنا باتجاه منى، نأتي إلى هذا نمر عن هذول نرميها سبع حصيات، وإذا واحد موكل عن حدا بعد ما يرمي عن نفسه برمي السبعة عنه. نرجع نذهب للطواف، طواف الإفاضة وهو ركن، والسعي لأنه من أركان الحج، ثم نرجع ونبيت في منى يوم العيد بالليل وهو واجب. في اليوم الثاني ومعنا 21 حصاة، بنبدأ بالصغرى بسبعة، ثم نأتي إلى الوسطى بسبعة، ثم إلى الكبرى بسبعة، ثم نرجع ونبيت في منى. واليوم الثالث اللي هو رابع يوم العيد خلينا نسميه، اليوم الأول، الثاني، ثالث يوم العيد، بنرمي الأولى بسبعة والثانية بسبعة والثالثة بسبعة. وإذا بدنا نرمي عن حدا، لما نرمي الأولى عن حالنا بنرمي عنه بنرمي عنه، بنرمي الثانية عنه بنرمي عنه بنرمي عنه، وهكذا الثالث. ثالث يوم إذا رمينا بنكون أنهينا مناسك الحج وعدنا إلى السكن، ننتظر تعليمات السفر، إذا قالوا لنا السفر في اليوم الفلاني نذهب إلى مكة إلى الحرم ونطوف سبع أشواط اسمه طواف إيش؟ الوداع، وهو واجب. وديروا بالكم طواف الوداع لو تأخرت بعدها ما طفت مش مشكلة، تقدر تصلي، تقدر تشتري الضروريات وتمشي كل أمورك حتى يأتي موعد الرحلة، وأسأل الله أن تروحوا وترجعوا سلمي. جزاك الله كل خير يا شيخ. وقبل الختام لابد للإخوان الحجاج الكرام أن نعرفهم على الإخوة المرشدين الذين سيرافقونهم في هذا العام إلى بيت الله الحرام. أدعو إخواني الشيخ مراد شديد والشيخ كساب زقود والشيخ عبد الله ياسين والشيخ محمد جودات والشيخ إبراهيم رجا والشيخ أسامة جلال، هؤلاء الإخوة هم من سيرافقونكم في هذا العام إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج
بإذن الله تعالى سيتم توزيعهم على شركات الحج والعمرة. السفر سيكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى يوم 16/8، وكل حج بتبع مع الشركة اللي مسجل فيها عن موعد السفر أي ساعة. التجمع سيكون في الساحة الخارجية في الميجالاند، في الميجالاند التجمع الحافلات كلها، والشركات بتتواصل معكم بإذن الله تعالى. في الختام نتمنى لكم جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن تعودوا إلى أهلكم وذويكم ووطنكم سالمين غانمين مأجورين إن شاء الله، وشكرا للجميع. نتمنى من الإخوة الحجاج أن يبقوا لاستلام الهدايا والبطاقات التعريفية من شركة جوال، وشكرا.